في جنيف اتفق الفرقاء على إيقاف النار في انتظار ملتقى تونس السياسي وتشكيل السلطة التنفيذية، ولكن ليعلم المشاركون في الملتقى المقبل أن الليبيون يتطلعون من كل هذه الحوارات إلى نتائج تخرجهم من حلق الضيق إلى أوسعة، ولا ينتظرون أن تتولوا أنتم المناصب وتتقاسمونها وتختلفون حول مصالحكم، بل يريد الليبي اليوم حياة تليق به ولا تليق بكم لوحدكم. أكملوا مهمتكم ودعوا الوطن يعيش بسلام. حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. طفل كان يحمل بداخله جنين. الحرس البلدي وإجراءات صارمة مع المخابز. دورة تدريبية لمنتسبي الشرطة السياحية. مشروع منحة الزوجة والأبناء بالبريغا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ بهذا الخبر، حيث ضربت عاصفة فجائية مساء اليوم الثلاثاء عددا من أحياء العاصمة طرابلس مصحوبة بالأمطار، ما تسبب في اقتلاع أشجار النخيل وسقوطها على الطريق العامة وإلحاق أضرار بممتلكات عدد من المواطنين الخاصة. وأهاب مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق العام إثر نزول الأمطار على العاصمة. حول هذا الموضوع ينضم إلي محي الدين علي، متخصص في الأرصاد الجوية. سيد محي، أهلا وسهلا بك عبر برنامج هنا ليبيا. ماذا حدث اليوم وكيف تقلب الطقس على العاصمة طرابلس؟ في البداية أهلا بك وبالأخوة المشاهدين في الفرج. حقيقة حدث الآتي: منخفض جوي تحرك من جنوب أوروبا، هذا المنخفض مصحوب بكتلة هوائية باردة، أيضا بسحب رعدية. طبعا السحب الرعدية يعني دائما أو تسمى ركام المزل باللغة العربية، ولكن باللغة الإنجليزية تسمى CD ويعرفها السادة الطيارين. هذه النوعية من السحب تشكل خطر على حركة الطيران، وعند مرورها أيضا حتى على الأرض وعلى اليابسة تساهم وتشكل في رياح قوية نشطة، أيضا في حبات برد. هذه الحبات البرد التي هطلت اليوم كانت يعني بسبب الطيارات الصاعدة في السحابة نفسها. طبعا حبيبة أو حبيبات البرد الصغيرة نتيجة للتيارات الصاعدة رفعتها إلى أعلى وتجمعت عليها حبيبات أخرى من البرد، فكبرت هذه الحبيبات ثم انفلتت من الجاذبية وهطلت بشكل كبير أو بحجم كبير. طيب، على السيارات هذه العاصفة سيد محي إلى متى ستستمر حسب توقعاتك؟ بإذن الله تعالى يعني أو لحسن الحظ خلينا نقوله بإذن الله مرورها سريع أو حركتها سريعة هذه الجبهة وهذا المنخفض أو عدم الاستقرار، فإن شاء الله تكون الليلة قد تحركت من الغرب الليبي لكن ستأتي على الشرق الليبي أو ستمر على الشرق الليبي، مسببة أيضا تقريبا نفس الوضعية، أمطار وسحب رعدية أيضا رياح نشطة، فأخذ الحيطة والحذر على الشمال الشرقي خلال ال 24 ساعة القادمة. لكن الشمال الغربي طبعا هذه الرياح ستكون أو ستخف بشكل واضح، هذا لا يعني أن هناك نتوقع أمطار، لازلنا نتوقع أمطار على الغرب الليبي خلال يوم الخميس وأيضا بداية الأسبوع القادم. وأمطار متفرقة أيضا في بعضها غزير، فأخذ الحيطة والحذر واجب بإذن الله. أكتفي معك بهذا القدر، كنت معي محي الدين علي متخصص في الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مدينة مصراتة سبب إقفال المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع البلدية، وقالت اللجنة إن الأمر يعود إلى إجراء معاير الأجهزة حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأشار البيان إلى إرسال المساحات للمختبر المرجعي لصحة المجتمع الرئيس في طرابلس لحين افتتاح فرع مصراتة من جديد، مما قد يتسبب في تأخر استلام النتائج. نتابع هذه الإحصائية حتى هذه الساعة حول كورونا، من ثم نعود.
في حدث نادر بمصحة ابن سينا ببنغازي أجريت عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 3 أشهر، حيث أن الطفل كان يحمل داخل جسده جنينا آخر ومتكونا بشكل كامل، فبعد التأكد من الحالة تم أخذ القرار بضرورة التدخل الجراحي. نتابع. يوم السبت تم إجراء عملية جراحية لطفل مولود من 4 شهور فاتا، والأم متاع لاحظت أن عندها انتفاخ في البطن، فلما دروا له الصورة المقطعية ثبت أن عنده طفل داخل بطنه، باللغة الإنجليزية نقوله vanished baby. ومن الطبيعي أن الطفل هذا هي ما يختفيش في أخوه، يختفي في 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 أمه، يختفي في 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 الرحم تاع امه، يعني في مرقد تاع العيل، ولكن نصيب العيل هذا اختفى داخل بطنه. وبعد ما درسوا المقطعيه وجدوا الطفل تام، الطرف نتاع كاملات، الراس نتاعه، الحوض، البطن، قعدات، وموجود داخل بطنه. فالمصحه قررت انها تجري العمليه هذه بدون مقابل، وتم تهيئه جميع الظروف المناسبه للطفل، وحضروا له حجرة عناية بممرضة خاصة به، وثم أجريت العملية اليوم السبت، وتم إزالة الطفل، وكان عنده مغذي، الشريان الرئيسي مغذي قاعد، والوريد اللي طالع منه قاعد، وزالت وطلعنا الطفل، وكان الطفل التام كويس جدا، صحته العامة. وبعد العملية أزلنا فتحنا على الطفل، لقيناه كامل النمو، اطرافه، يديه، بطنه، الريه بتاعه، القلب، راسه، كل قعدات، والامور كويسه بالنسبه للطفل الحي، امور كويسه تمام، وما فيش اي اشكاليه بالنسبه له ولا له مضاعفات مستقبليه. وهذه من الحالات النادره جدا 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 اللي تصير، ومن العاده يختفي نص جزء منه وجزء يطلع، كونه الطفل كله يقعد داخل بطن اخوه، هذا أمر نادر جدا 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 جدا. الحمد لله تمت العملية بنجاح، تكلت بنجاح والأمور كويسة، وطلع الطفل للقسم، وأمور إن شاء الله ما فيش أي مشاكل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلي الدكتورة عزيزة عطية القطعاني، أخصائية جراحة أطفال. دكتورة أهلا وسهلا بك في هنا ليبيا. طبعا حالة نادرة لطفل يبتلع شقيقة التوأم، حدثينا عن التفاصيل بشكل أوفى. السلام عليكم وبارك الله فيكم بتحت هذه الفرصة في قناتكم. على ما قمنا به في مصحة ابن سينا ببنغازي كانت عملية ناجحة ونادرة فعلا، بفضل الله وحمده وفقنا فيها مع الأستاذ الاستشاري دكتور موسى القاضي وكامل الفريق الطبي بالمصحة، حيث أنها كانت من ضمن الحالات الكبرى التي قمنا بها، ولكن هذه الحالة كانت نادرة. هذه الظاهرة تسمى بالجنين المختفي أو الفانش بيبي أو الفانش توين سندروم، هي اختفاء مثلا جنين أو أكثر في حالة الحمل توائم، يحدث الجنين إجهاض تلقائي ثم اختفاء، اختفاء أو امتصاص حيكون جزئي أو كلي للجنين، يمتص بداخل عادة الأم أو المشيمة، ونادر ما يصير بالجنين الآخر. طبعا أغلب الحالات يكون السبب مجهول يعني، أو في خلل أو شذوذ بالكروموزومات، هي كروموزوم الأنامولي أبنورمالتي لدى التوأم المختفي، ويكون التوأم الآخر يكون حي طبيعيا. طبعا هذه الظاهرة أول ما تم اكتشافها في عام 1945 بواسطة الطبيب السوكل، حيث تحدث هي في الشهر الأول من الحمل عند 12 أسبوع من الحمل، ويتم تشخيص المبكر عن طريق مثلا صورة الألتراساون، الصورة الفوق الصوتية للحمل، عن طريق اختفاء نبض القلب لأحد الأجنة أثناء ظهوره في 6 أسابيع من الحمل. يعني حتى الحالة اللي أنتم عملتوا لها العملية كانت في هذا العمر يعني؟ نعم. بالنسبة للطفل هذا كان يبلغ من عمر 3 أشهر، كانت ولادته طبيعية، كان باقي الحمل كان بدون أي مشاكل تذكر. لاحظت الأم منذ 10 أيام فائتة بانتفاخ بالبطن بالجانب الأيمن، وكانت اشتباه مثلا لورم أو كيس متحجر بالكلية اليمنى. بعد الفحوصات وتم إجراء الصورة المقطعية، شخص كانت وجود كيس أو قويصرة للجنين كامل النمو داخل هذا الطفل.
طبعا تم تجهيز العمليات واجراء العمليه يوم 24 اكتوبر الماضي، حيث تم ازاله هذا الكيس والحمد لله يعني كانت طيب العمليه. نحمد الله على ذلك. يعني خلينا نتكلم على الاثار السلبيه والجانبيه يعني لمثل هذه الحالات يعني، وكيف يمكن تلافيها ايضا، وبماذا تنصحين الامهات او العائلات يعني لتفادي مثل هكذا اشكاليات؟ نعم، هي معظم المضاعفات اللي تحدث في هذا الحمل حيكون مثلا الولاده المبكره للتوأم الثاني، نراه انخفاض في وزن الجنين الثاني، نموه بيكون معرض اكثر لاحتماليه الاصابه بالامراض، الوفاه، مشاكل بالقلب، مرات تحدث حتى تشنج دماغي تشنجي داخل الأوعية وتسبب حتى ضغط داخل أوعية الجنين الحي، مرات يحدث نزيف داخل الدماغ. ولكن هذا الطفل كان الحمد لله بفضل الله كان أموره كانت طبيعية وكان بدون أي مشاكل. فأنا نصيحتي لجميع الأمهات وجميع الحوامل المتابعة المبكرة قبل يعني قبل الشهر الأول لإجراء إذا كان هذا الحمل توائم، لا هل في اختفاء لأحد الأجنة بعد الشهر الأول، اللي كنا الشهر الأول من الحمل عند 12 أسبوع من الحمل. نعم. هل اختفاء نقضي لأحد القلب؟ سؤال أخير بس دكتورة، يعني فعليا نعم. الحمد لله أن هذه العملية نجحت ولاقت ترحيب من كل الأوساط الليبية، هل فعليا اليوم الكادر الطبي متمكن من مثل هكذا حالات وجاهز بشكل كبير لمواجهة يعني ما حدث لهذا الطفل؟ الحمد لله المستوى الأطباء الليبيين والمستوى الطبي في مستوى جيد يعني لتشخيص هذه الحالات، وإن شاء الله طبعا نحاول يعني الكشف المبكر، لكن احنا نتجنب هذه الظاهرة، هذه ظاهرة تشوه في الخلل في الكروموسومات. نعم. يعني تشوه في الكروموسوم أبنورمالتي. أكتفي معك بهذا القدر، كنت معي دكتورة عزيزة عطية القطعاني أخصائية جراحة أطفال، حلقة هنا ليبيا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقة هنا ليبيا. افتتح المدير العام لمستشفى الشهيد محمد المقري في المركزية التعليمية إجدابية فتحي محمد بن مهدي مقر بنك الدم بالمستشفى، وذلك بعد إجراء عملية التطوير والصيانة وتوفير الأجهزة التي يحتاجها القسم. الزميل صلاح ناصف واكب الافتتاح وعد لنا هذه المقابلات، نتابع. في هذا الوقت يتم افتتاح مصرف الدم بمستشفى الشهيد محمد المقريف بعد ان تم تجهيزه وصيانته وتوفير المعدات التقنيه الحديثه له لتقديم الخدمات الخاصه في توفير فصائل الدم الى الاخوه الذين يقومون بالايواء داخل هذا المرفق ولديهم عمليه جراحيه وكذلك العيادات الخارجيه داخل مدينه إجدابية. طبعا بدينا افتتاح المصرف توكلنا على الله. مصرف الدم قبل داخل مستشفى الشهيد محمد المقريف المتبرع كان عندنا يتبرع في ممر يعني داخل قسم المختبر في ممر يعني حتى منظر مش لايق. ما شاء الله تبارك الله يعني تو قسم كامل متكامل، عدد الأسرة قدامكم زي ما شفتوا، ثلاجات تخزين الدم، طريقة الشغل اختلفت اختلاف كامل، قللنا في الاخطاء اللي كان يصير في حاجات داخل المستشفى يعني ما بين نقل الدم للمريض. شغلنا قعدت اكبر من قبل في العيادات الخارجيه لان العيادات الخاصه اشتغلنا على حالات الكوفيد فتره الجائحه نتاع كورونا، خدمنا مع الميداني، خدمنا على العنايات اللي انا وفرنا بلازما للمرضى، وفرنا بلازما للمرضى الكوفيد، جهاز الفصل خدمنا به فتره يعني للحالات الطارئه نظرا لشويه النقص في الاكياس، وان شاء الله القريب العاجل يتم امدادنا بالاكياس. اقيمت ورشه عمل في طرابلس حول عرض المسوده المبدئيه من اجل ضمان حقوق الطفل في ليبيا والتي نظمتها اللجنه العليا للطفوله، مراسلنا عز الدين العوينات والتقرير التالي. من اجل ضمان حقوق الطفل في ليبيا نظمت اللجنة العليا للطفولة ورشة عمل حول عرض المسودة المبدئية للتقرير المبدئي المجمع حول اتفاقية حقوق الطفل بحضور عدد من المستشاريين والقانونيين وأساتذة من الجامعات الليبية في طرابلس.
التقرير هذا يعتبر التزام للدولة الليبية منذ 16 سنة اللي هو يجب وفق الاتفاقية حقوق الطفل اللي اعتمدتها ليبيا واللي منضمت لها من خلال سنة 1993. الاتفاقية هذه تنص على أن الدولة اللي تنضم تقدم تقارير في البداية لمدة على السنتين الأولتين وبعدين كل خمس سنوات. ليبيا قدمت تقريرين وإلى حد الآن متخلفة على تقديم أربع تقارير اللي هو ما يعادل 16 سنة. فاللجنة العليا للطفولة لما أسست في 2018 خذت على عاتقها هذا الاختصاص وشكلت عدة لجان بتعاون مع العديد من الوزارات الدولة المعنية مع الخبراء المحليين مع المجتمع المدني. تخللت الورشة العديدة من المحاور التي تم النقاش فيها حول آلية إعداد التقرير الدوري المجمع حول اتفاقية حقوق الطفل من خلال التدابير العامة واللازمة والرعاية الأسرية والرعاية البديلة والخدمات الصحية والتعليم والحماية الخاصة. التقرير ينقسم إلى مجموعات وهو يضم كل ما هو له علاقة بصحة الطفل. نعرفه أن صحة الطفل لا تضم فقط يعني الأشياء الطبية الصحية، لكن حتى الأبعاد الجسمين، مش الأبعاد البدنية أقصد بس، لكن حتى الأبعاد الاجتماعية والعقلية والروحية، وبالتالي فيتعلق الأمر بالصحة والتعليم، الإعاقات، الشؤون الاجتماعية من ناحية العدلية، من ناحية القضية، كل ما يتعلق بالمصلحة العليا للطفل. تهدف الورشة إلى المساهمة ودعم الجهود مع الشركاء من أجل توفير الحماية والرعاية للأطفال وتقديم الخدمات المتميزة وتنفيذ البرامج التنموية لهم في جميع المجالات. عز الدين بالعوينات، WTV طرابلس. حول هذا الموضوع ينضم معنا محمود الشريف رئيس اللجنة العليا للطفولة. سيد محمود، أهلا بك عبر برنامج هنا ليبيا. أبدأ معك بهذا التساؤل، أين هي حقوق الطفل اليوم في ليبيا؟ مساء الخير لقناة الوسط، شكرا للاستضافة. مساء الخير لمشاهديكم الكرام. سيدي، حقوق الطفل طبعا موضوع كبير طويل عريض منذ الخليقة للفئة المستضعفة أو الحلقة الأضعف في المجتمع اللي هي الأطفال. الحقوق دائما صعب أنك أنت تقدر تستوفي بها أو أنك أنت تكملها، لكن احنا خلينا نكون متفائلين أن الدولة الليبية لديها من التشريعات ومن القوانين ومن اللوائح اللي تشيد بها العديد من المنظمات الدولية والدوائر المنظمات العالمية ونحن أيضا، لكن التطبيق والتنفيذ هو ما ينقصنا في هذا الموضوع سيد الفاضل. ولدينا قصور كبير جدا في هذا الموضوع، هو خاصة الجهات التنفيذية والجهات المسؤولة، وخاصة بعد 2011 خلينا نكون صريحين مما حدث من انقسامات ومن تردي الأوضاع في من خلال الوزارات من تقديم الدعم اللازم في هذه المواضيع، يعني كثير من الأشياء، فكانت هي الحلقة الأضعف اللي أثر عليها، وما بالك ما أثر حتى على البالغين والكبار في كل مستوى حياة المعيشة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فكان التأثير أيضا ممتد لهذه الشريحة سيد الفاضل. نعم. طيب حدثني عن هذه الورشة، الفئات العمرية التي حضرت هذه الورشة وكيف راح يكون انعكاسها كذلك على الحقوق المهدورة التي تحدثت عنها قبل قليل. والله سيدي الفاضل، أولا هي بالنسبة للورشة كانت ورشة في إنجاز استحقاق معين من خلال مهام اللجنة واستحقاق للدولة الليبية متأخر لمدة 16 سنة. أما الفئة العمرية لحضور الورشة هذه هي كانت مستهدفة بها، هو يعني الورشة كانت مستهدفة بها مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالطفولة اللي شاركت معنا في إعداد تقرير، التقرير الدوري لحقوق الطفل. طيب جميل، حدثني على هذا التقرير. ماذا نص؟ التقرير هذا سيد الفاضل أتى نتيجة التزام الدولة الليبية بانضمامها ومصادقتها على الاتفاقية حقوق الطفل في 93، إذا ما ذكرنا احنا في تقريركم الجيد اللي انتم عرضتوه. فهذا الجزئية ليبيا يجب أن هي تقدم التقرير لما انضمت خلال السنتين الأولى، وبعدين كل خمس سنوات تكون ملزمة بهذا التقرير. آخر تقرير تقدم في 2003، بعدها كانت محاولات أن هي يتم تقديم تقرير آخر، فقدمت بعض التقارير لكن لم تستوفي مناقشتها من لجنة حقوق الطفل. التقرير هو مناسبة وطنية لمعرفة مدى حقوق الطفل في ليبيا ومدى التزامات الدولة الليبية بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية اللي هي صادقت عليها وانضمت لها وكانت من ضمن قوانينها اللي موجودة. اللي كانوا موجودين تلة من الخبراء المحليين الليبيين ومؤسسات الدولة المعنية بالدرجة الأولى، التعليم، الصحة، العدل، الشؤون الاجتماعية، الداخلية،
الثقافة، الأوقاف. فهذه الوزارات لديها تعامل مع الأطفال مباشر يعني بأي صورة من الصور. فهذا التقرير هو شمل عدة محاور، أهمها كانت أربع محاور أو أربع التزامات اللي هي التعليم والصحة وال... طيب يعني نعم. جميل جدا، يعني تكلمت بشكل نظري وتم إعداد هذا التقرير بشكل نظري، يعني نعم. هل نتوقع شيء ملموس بعد إعداد هذا التقرير ويكون انعكاسه بشكل كيف ما أنتم متوقعين يعني على الطفل في ليبيا بشكل عام؟ نعم، هو تقرير سيد الفاضل بالدرجة الأولى كان وفق للتقرير اللي تقدم في 2003 ليبيا لما قدمت الوضحة كانت هناك استفسارات وكانت هناك بعض التساؤلات. وانت تكلمت قلت ربما فترة قبل 2011 كانت أفضل على المنظمة وعلى الأطفال في ليبيا بشكل طبعاً كامل. طبعا كان في استقرار، خليني نقول لك جزئية فقط بسيطة اللي هي دور تربية وتوجيه الأحداث يعني ما دون سن 18 سنة. طبعا احنا نشتغل على حد اللي هو آخر دقيقة في عمره في 17 سنة، لو يخش دقيقة و 18 سنة يبدأ من الأحداث، يبدأ من الكبار يعني البالغين، قبلها بيكون هو من مسؤوليتنا احنا. يعني احنا كل لحظة عندنا أطفال يولد يدخلوا الرقم غير ثابت. طبعا احنا العامل المتغير عندنا الأطفال، يعني في أطفال بينولدوا توا في اللحظة اللي نتحدث فيها معك، وفي أطفال قد يتوفاهم الأجل لا سمح الله قبل يوصل 17 أو أنه هو يكمل 17 الليلة عيد ميلاده وقد يولد 18، يبدأ مش عاش منها اهتمامنا. نعم. يبدأ بالغ. وصلت الفكرة وصلت الفكرة وقتها في معك بهذا القدر. كنت معي محمود الشريف رئيس اللجنة العليا للطفولة، حدثتني عبر الهاتف حالة التشرذم والفوضى التي تعاني منها البلاد والتي دفع ضريبتها البسطاء والأطفال من المجتمع الليبي. فهذا الطفل الذي كان من المفترض أنه ينعم بخير بلاده واستقرارها يرتفع صوته من أقصى الجنوب الليبي مطالبا بحقوق منطقته، فهل سيسمع رواد المناصب هذا الصوت فيعقلون؟ نشاهد. كل حد يطلب حقه في ليبيا الحبيبة والجنوب الحبيب، تمويل ما عادش تحصل لا شيء، تحصل توا قلم تمشي المدرسة تقول يا باتي نبي قلم يقول لك ما عندي، لأن الجنوب قصروا في حق أطفالهم في حق مساوينهم في حق كل حد نقصوا. الشعب الليبي البنزينة 80، كل شيء غالي، ما عاش قدرنا نحرصوا على شيء. الشعب الليبي ما يحسوش بشعور الناس، ما يحسوا بعيشتهم، ما يحسوش بأكلهم بشرابهم. ليش؟ ومن الجنوب إلى طبرقة، حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بالإشراف على المخابز والمكونة من المجلس التسييري بالمدينة والحرس البلدي مع ملاك المخابز للنظر في أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه رغيف الخبز، إضافة للتذكير بالمواصفات المطلوبة. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الصعود زاكي، رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي البطنان، الآن داخل المركز الثقافي بمتابعة سير اللجنة اللي قام تكليفها من قبل رئيس مجلس التسييري بالخطابية ومدير الحرس البلدي. تم تكليفنا بزيارة على المخابز داخل نطاق مدينة طبرق، وتمت الزيارة وتضع عدة مخالفات تم ضبطها من خلال زيارتنا هذه. عليه تكرر طلب رئيس مجلس التسييري بالتشكيل اجتماع مع المخابز، والآن ساري الحديث على المخالفات اللي وجدت أثناء الجولة ومتابعة الحرس البلدي دائما. ويعتبر الإنذار الأخير بالنسبة للمخابز لأن تم دفعهم مخالفاتهم وتم ضبط عدة المخالفات دفع المخالفات، وحيتم الإجراء بالإقفال النهائي، حيتشكيل لجنة من النقابة ومن الحرس البلدي والبلدية والجهات الفنية المختصة بالقضاء على ظاهرة هذه المخابز اللي مؤجرة العمل الوافدة، جملة مؤجرة العمل الوافدة أكثر من 70-80% مؤجرة العمل الوافدة. ما نقولش العمل الوافدة سيئين طبعا في مدينة طبرق، بعض منهم هم أساءوا المهنة المخابز يعني بصراحة، يعني في وضع لا يرثم من حيث البطاطين، من حيث الوزن، من حيث أي جميع الإجراءات صراحة كان سيئة جدا. يعني حتى اللي خلفناه ورجعنا عليه القناة مازال ممارس العمل. ليش؟ لأن أصحاب المخابز مأجرين ومواخذوا في الأموال نهاية الشهر وما يتابعوش، حتى ممكن حتى المخابز ما ياخذوش مننا، حسب اعتقادي أنهم ياخذوش الخبزة من المخابز الأول وياخذوا فيها منهم، حيشوفوا خبزتهم حيشوفوا من صدام اللوطة أو عدم جودة رغيف أو ما يعني صدقني لو ياخذوا منهم فهم كان ياخذوا منهم، معناه في حاجه في خطا عندهم في المعامله مع العمل الوافد.
أقيمت دورة تدريبية تثقيفية لمنتسبي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ببلدية الخمس تحت رعاية اتحاد بلدية التراث العالمي بالمدينة وبالتعاون مع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، حيث تهدف إلى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم. مراسلنا عبد الحميد سليم والتقرير التالي. نظم اتحاد بلديات التراث العالمي الخمس بالتعاون مع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بقاعة متحف لبدا بمدينة الخمس دورة تدريبية تثقيفية لمنتسبي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ببلدية الخمس. طبعا هذه هي الدورة الثالثة، كانت الأولى تم تنفيذها في مدينة غدامس والثانية تم تنفيذها في مدينة صبراتة. هذه الدورة الثالثة في مدينة الخمس. توجد دورتان في المستهدفة، الرابعة في مدينة غات والخامسة في مدينة شحات بإذن الله في القريب العاجل. تمحورت هذه الدورة أو استهدفت هذه الدورة عدد 20 منتسب من منتسبي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع الخمس، بالإضافة إلى عدد 2 من منتسبي مديرية أمن الخمس ولهم علاقة بعمليات التحقيق ومسرح الجريمة. طبعا من خلال هذه الدورة تم توعية وتثقيف المتدربين بدور الشرطة السياحية في حماية هذا الموروث والعمل الجماعي من أجل رفع المدن أو مواقع التراث العالمي الليبية الخمس وبالذات مدينة لبدة الأثرية من قائمة الخطر التي وضعت بها من قبل لجنة التراث العالمي. استهدفت هذه الدورة 20 عنصرا من منتسبي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الخمس بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم في حماية المواقع السياحية والأثرية. تناولت الدورة العديد من المحاضرات النظرية والعملية حول الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة وكيفية التعامل معها. التدريب احتوى على عديد من المحاضرات النظرية والعملية، كان 3 أيام مكثفات صبح صباحا ومساء، كان تركيز كامل التركيز على الأدلة ومسرح الجريمة والتنفيذ العملي لكل ما يأخذوه نظري في الصباح ينفذوه في الموقع في المساء. كنا قد مثلنا بالأمس جريمة افتراضية وكنا قد اشتغلنا فيها أكثر من ساعتين شغل على الأدلة الجنائية والتفاصيل. يهدف القائمين على هذه الدورة من أجل حماية المواقع الأثرية والعمل على رفع المواقع الأثرية الخمس وهي لبدة، صبراتة، شحات، غدامس، أكاكس من قائمة الحظر اليونسكو. لقناة WTV عبد الحميد سليم الخمس. اختتم مستشفى بئر اللشهب القروي حملة الكشف والتوعية من سرطان الثدي والتي استمرت لأكثر من 10 أيام، حيث استهدفت الحملة نساء البلدية والمناطق المجاورة إضافة لطالبات المعاهد والموظفات. مراسلنا محمد شحات واكب الاختتام وعاد لنا بالتفصيل. يبدأ شهر أكتوبر من كل عام معلنا انطلاق حملة توعية من سرطان الثدي. اليوم في بئر الأشهب نتابع وإياكم اختتام فعاليات حملة الكشف والتوعية من سرطان الثدي التي استمرت ل10 أيام. دعونا نتابع. نختتم اليوم ضمن أجواء احتفالية حملة التوعية والكشف المبكر بسرطان الثدي. كانت الحملة المقامة مدتها 10 أيام ووصل عدد المشاركات أكثر من 100 مشاركة من البلدية وخارجها، وكان إقبال ممتاز من قبل النساء، وحاولنا اتباع الإجراءات الاحترازية من الحد من الزحمة والاكتظاظ واتباع المسافات والأمان والتعقيم. هذه الحملة ركزت على أهمية الكشف المبكر لدى السيدات وإضافة لتقديم الكشف المجاني وجولة على الجامعات والمعاهد لتقديم أكبر عدد كم من التوعية والتثقيف الصحي في البلدية. كان في تقابل، مشينا يوم تاريخ 10/10/2020 كلية التربية بئر الأشهب، حكينا مع الطالبات حتى من غير الطالبات، مع أهلنا في المنزل، مع أمهاتنا، عماتنا، خالاتنا. حبينا أن نوعون أن هذا شيء راهو شيء في منا يعني، بس نحن لازم البداية ما نخافوش، لازم يعني نكونوا إيجابيين ما نكونوش سلبيين، لازم إن نحن نقدروا على المرض هذا بالذات لما نكشفه يعني مرحلة مبكرة. 135 حالة تعلن بها مستشفى بئر الأشهب القروي اختتام حملة هذه السنة للتوعية والكشف من سرطان الثدي، لتعلن انطلاق مجموعة من الحملات الأخرى في المناطق المجاورة. محمد شحات، WTV، بئر الأشهب. دعت اللجنة الفرعية لبلدية البريغة المواطنين إلى ضرورة الإسراع بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزوجة والأبناء
لدى أحد مكاتب اللجنة الموزعة في نطاق البلدية. مراسلنا عبد السلام خليفة والمتابعة التالية نتابع. نحن الآن متواجدين في أحد فروع مقر اللجنة الفرعية لمشروع منحة الزوجة والأبناء داخل بلدية البريقة. المشروع منحة الزوجة والأبناء هو مشروع من عام 2013 صدر بقانون رقم 27 عن المؤتمر الوطني العام سابقا، يتكون من عدة مواد، أهمها هي استحقاق لكل مواطن ليبي منحة شهرية مقطوعة لم يتقاضى دخلا ماديا ثابتا من الممولا من الخزانة العامة. المستهدفين من هذا القانون هم الزوجات الليبيات المتزوجات من الأجانب والليبيات المتزوجات من الليبيين، يستحق المنحة شهرية قيمتها 150 دينار شهريا غير خاضع للاستقطاعات ولا الضرائب إذا لم تتقاضى دخلا شهريا ممولا من الخزانة العامة. كذلك يستحق كل شاب وفتاة ليبي منحة شهرية قدرها 100 دينار شهري. فيما يخص الشباب الذكور تصرف المنحة الشهرية منذ الولادة حتى سن 18 من العمر. بالنسبة للفتاة الليبية تصرف المنحة منذ الولادة حتى تتمكن من الحصول على فرصة عمل تتقاضى من خلالها دخلا شهريا. طبعا بعد أحيلت إلينا طلبات المواطنين صممنا منظومة أدخلنا فيها بيانات المواطنين. تكون منظومة من 6 نماذج. النموذج الأول على حسب الجداول المرسلة من الوزارة أدخلنا بيانات المواطنين وكان العدد إلى الآن حوالي 400 وشوية، وما زلنا في التنزيل وانتظار طلبات المواطنين. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.